كابتن احمد، يعني مباراة الاهلي امام الترجي اقدر اقيس عليها مستوى النادي الاهلي في الدوري الممتاز، وتحديدا في المباراة الاخيرة مباراة بلدية المحلة اللي النادي الاهلي حقق فيها الفوز بصعوبة، واللي النادي الاهلي كان طبعا تسبب تراجع النادي فريق بلدية المحلة بعد هدف التقدم، والضغط اللي حصل من النادي الاهلي هو اللي ادى للفوز بالمباراه. هل انا اقدر اقيس على مباراه زي ديت قبل مباراه الترجي؟ بص يا كابتن سلام، النادي الاهلي لعب اربع مباريات في 11 يوم بعد مباراه مازيمبي، اربع مباريات والعلامه الكامله 12 بونت جابهم من الاربع مباريات. الراجل بيعرف يشتغل في الروتيشن كويس قوي قوي، ان هو يدي لاعب 70 دقيقه ويدي المباراه اللي بعدها 20 دقيقه. عنده مجموعه من اللعيبه اللي بيعرف يشتغل بيها كويس قوي، بيعمل بيهم روتيشن كويس قوي، ما تحسش ان اللعيبه في الاخر مجهد، هو بيعرف يشتغل الحته دي كويس قوي. لكن في بعض اللعيبه طبعا بتشتغل يعني ما لهمش بديل، يعني مثلا من وجهه نظري، بس هو يعني المباراه الاخيره ما لعبش محمد عبد المنعم مثلا. معظم المباريات بيعمل روتيشن في كل المراكز، لكن محمد عبد المنعم ما بيغيروش. معلول في الاول قبل ما يجي عمر كمال بدا يشتغل في المكان ده كويس ناحيه الشمال. لكن طبعا بعد موضوع ان احنا نلعب الترجي، اداء النادي الاهلي في الدوري مختلف تماما. بعد ما خلصت مباراه بلدية المحله الصفحه بتتقفل، لعيبه النادي الاهلي بتخش تركيز لبطوله مهمه جدا اللي هي المحببه دلوقتي لجماهير النادي الاهلي، نهائي افريقيا. البطوله كل الناس دلوقتي في مصر او جماهير النادي الاهلي مستنيه النادي الاهلي في دماغهم اللي لازم ياخد بطوله افريقيا، بقت حاجه بالنسبه لهم هي اللي بتسعدهم. فلعيبه النادي الاهلي كمان مجرد المكسب بطوله افريقيا بالنسبه لهم بقت حاجه بتفرق معاهم قوي. لكن مباراه الترجي احساسي لما اتقال الترجي زي ما قال كابتن محمود، الموضوع الناس يعني اتبسطت، الناس خدت الامور ببساطه شويه. لكن ده انا بتكلم على الجمهور، لكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره عارفين ان المباراه صعبه جدا جدا. فريق الترجي فريق في مرحله تكوين الفتره دي، لكن بصراحه هم عرفوا يشتغلوا في مرحله تكوين، لكن قدروا يوصلوا لمباراه نهائي افريقيا وخرجوا خصم عنيد جدا صن داونز، يكسبوا لا وكسبان رايح جاي رايح جاي بالظبط كده. فمباراه صعبه جدا جدا، فرقه تكتيكيا كويسه جدا، فرقه مميزه عننا في حاجه انا شايفها، ان احنا عندنا عيب خطير جدا في الكوره الثابته. هم مميزين جدا في الكوره الثابته، طول عمر اللعيبه في تونس او المنتخب التونسي او الانديه في تونس عندهم ميزه الاطوال، بيعرفوا يلعبوا الكوره الثابته كويسه جدا. دي مشكله اللي بتقابلنا احنا كلاعب مصري. واحنا برضو لو اتكلمنا على الزمالك خسر في كورتين ثابتين المباراه اللي فاتت، ودي مشكله برضو كنت بتكلم فيها، ان النادي الاهلي معظم الاهداف اللي بتيجي فيه بالكوره الثابته، ومباراه النهائيات بالذات مباراه الكوره الثابته، لان بيبقى فيها حذر كبير جدا من المدير الفني هنا ومدير الفني هنا، فبتلاقي ان في الاخر الهدف اللي بيجي او هدف المكسب او التعادل بيجي من كره ثابته. حتى نفتكر اخر مباراه بطوله السنه اللي فاتت، الهدف بتاع محمد عبد المنعم من ضربه ركنيه. فالمباراه دي مباراه الكره الثابته، واحنا عندنا مشكله في الكره الثابته. اتمنى ان شاء الله يكون معنا التوفيق، لكن المباراه صعبه جدا جدا في تونس هناك. احنا متفوقين، عندنا في توفيق بالنسبه لمباراه الاهلي مع الترجي دائما، لكن التوفيق ده ما بيجيش على طول يعني. اكيد اتمنى ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكون في يومهم وتركيزهم في المباراه دي على اعلى مستوى عشان نطلع بنتيجه ايجابيه. مهم جدا انك تحرز هدف هناك ايا كانت النتيجه، يعني بعد حراز نادي الزمالك مع انه خسرته للمباراه في المغرب، خسر المباراه لكن الجمهور كله والناس كلها متفائله خلاص ان الزمالك خد البطوله عشان احرز هدف هناك. لكن فعلا النادي الاهلي محتاج يحرز هدف هناك عشان الامور تبقى سهله شويه.